بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم الدين. أحبائي طلبة الفرقة الثانية بكلية الطب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الكبير عمر عبد العزيز أحمد علي. هنبدأ مع بعضينا إن شاء الله كارديو فاسكولار سيستم من خلال مجموعة من البرانشات، هنبدأهم إن شاء الله الهيستولوجي ونكمل مع بعض إن شاء الله الباثولوجي. اولا احنا لازم تتغير فكرتنا عن الهيستولوجي شويه، لان الهيستولوجي هو عباره عن مكمل للاناتومي. الهيستولوجي هو مكمل للاناتومي، فاذا كان الاناتومي هو عباره عن الوصف العام للعضو، فالهيستولوجي هو الوصف الخاص ليه لما اخد شريحه منه تحت الميكروسكوب عشان ربنا سبحانه وتعالى يوريني لما خلق العضو ده رتبه ازاي عشان يتناسق مع الوظيفه بتاعته. هدف الهيستولوجي في اي برانش تو ستادي هاو ذس ستراكشر اكوميديت ويز اتس فانكشن، تمام، ايه اللي ربنا خلقها ليه سبحانه وتعالى، عشان في الاخر يتناغم يدي الوظيفة بتاعته اللي هي الفسيولوجي. بعد كده كل ده بيحصل في وسط كيميائي بايوكيميكال تشينج، عشان تقولي بعد كده اقول لكم التغيرات اللي بتحصل على مستوى الجروس والميكروسكوبيك والفسيولوجي والبايوكيميكال بيزيس دي في الباثولوجي. لكن الهيستولوجي يعتبر ايه؟ اخونا الصغير، لان من الاخر لما بنشرح باثولوجي بنشرح التغيرات اللي بتحصل اكتر شيء تحت الميكروسكوب، تمام. فمثلا لما انتم فاكرين معايا الانفلاميشن كنت بقول انفلتريشن باي اكيوت او كرونيك انفلاماتوري سيل، فانا لازم عشان اميز الاكيوت والكرونيك انفلاماتوري سيل لازم اعرف العضو ذات نفسه اللي موجود فيه ايه، عشان اضيف المقطع في الاخر ايتس على العضو ده، لان في الاخر هو انفلاميشن اوف ايه. فانا لازم في الاول افهم تركيب العضو ده عشان اعرف النورمال هيستولوجي بتاعه، فلما يبدا يحصل عليه الباثولوجي صوره النورمال تبقى موجوده ابدا اركب عليها التغيرات بتاعتي عشان افهم المرض. فانا معايا نبدا واحده واحده كارديو فاسكولار سيستم هيستولوجي. اولا الكارديو فاسكولار ده عباره عن ايه؟ مجموعه من الانابيب التي تقوم بتوصيل الدم، تمام، ايه في الجسم كله. معادلة الحياة نفكر نفسينا بيها تاني، معادلة الحياة عبارة عن ايه؟ عبارة عن جلوكوز زائد اكسجين تستهلكه من خلايا لكي ينتج CO2 و H2O وطاقة لازمة لإتمام العمليات الحيوية. طب ده معادلة الحياة دي على مستوى الخلية. من الذي يقوم بتوصيل الجلوكوز والأكسجين إلى الخلية؟ الإجابة هي الكارديو فاسكولار سيستم. من الذي يقوم بنزح CO2 والH2O ليقوم بإخراجهم خارج الجسم؟ الإجابة هي الكارديو فاسكولار سيستم. فبالتالي المهمة الأساسية للكارديو فاسكولار سيستم رقم واحد هو عبارة عن ترانسبورت، ده عبارة عن الشيال بتاعي اللي بيحمل لي الجلوكوز والأكسجين للخلايا، فالخلايا بتقوم باستهلاكهم عشان تطلع CO2، تمام، والH2O CO2 تاخده من الخلايا توديه على اللنج عشان تعمل له اكسهاليشن، والميه اللي طالعه يتم اخراجها زي ما انتم شايفين عندي في العرق وفي البول وفي البخار ذات نفسه اللي طالع من النفس بتاعي، والطاقه بيتم استهلاكها لاتمام ايه؟ كل العمليات الحيويه اللي موجوده. فبالتالي وظيفه الشيال هو في الجسم عباره عن مجموعه من الانابيب. طب ماشي، المضخه دي الترانسبورت ده اللي شغال مانيوال ولا بالكهرباء؟ شغال بالكهرباء، ربنا سبحانه وتعالى حط جواك مضخة كهربائية، مش شغال بإيدك أنت. القلب ذات نفسه اللي هو عبارة عن البامب اللي بيجي له الدم من الفين يبعته بعد كده على اللنج عشان يعمل له اكسجينيشن، بعد كده اللنج بتجيب لك ايه الدم الاكسجينيتد يجي على القلب في الليفت سايد ويبعته على، تمام، ايه جميع اجزاء الجسم عشان الدنيا بعد كده تبدا تلف. دي مضخة بالكهرباء يا بيه، مضخة بالكهرباء. فانا لازم ان انا يبقى فيه ايه؟ ايفيدنس اوف الكتريك اكتيفيتي.
فبالتالي لما بدرس الهيستولوجي بتاعي لازم ابقى فاهم كل الوظائف اللي ليها علاقه بتركيب النقل والوظائف اللي ليها علاقه بالنشاط الكهربائي لتلك الدائره المغلقه. يعني من الاخر انا شغال في القلب سباك بوصل الميه وكهربائي بوصل الترانس، فانا دايما بركز على الجزئين دول. طب نيجي نبص كده من بره العمليه دي جروسلي شغاله ازاي. قال لك انا معايا في النص في بامب، معايا في النص في سنترال بامب اللي هو الهارت، ده المضخه اللي بالكهرباء اللي شغاله معايا، مقسمه الى ايه وايه؟ مقسمه جنرالي الى رايت سايد وليفت سايد. الرايت سايد مهمته ايه؟ ان هو يجيله الدم ذات نفسه من السوبيريور والانفيريور فينا كيفا للرايت اتريوم، ثم بعد ذلك يدفعه الى الرايت فينتريكل، فيقوم الرايت فينتريكل بدفعه بعد ذلك عن طريق البلمولاري ارتري الى اللنج. ليه؟ عشان يطلع السي او 2 ويدخل الاكسجين. طب بعد كده ايه اللي يحصل؟ الدم الاكسجينيتد يجي من اللنج خلال 4 بلمولاري فينتس، يجي يصب في الليفت اتري، بعد كده يصب في الليفت فينتريكل، ويقوم الفينتريكل بدفعه عن طريق شريان اسمه الشريان الاورطي لجميع بعد ذلك اجزاء الجسم. فبالتالي تكون عندي طرفين، ايه هما؟ الفينز وهي عباره عن استراكشر تقوم بنقل الدم الى الهارت اكسبت طبعا البلمونري فينز، تمام، لان هي ايه؟ بتحمل اكسجينيتد بلاد. والارتريز ذات فيزل ذات كاريز ذات كاريز ذا بلاد away from the heart، تمام، except طبعا البلمونري ارتري، تمام، اللي بيحمل دم ايه؟ دي اوكسجينيتد، ومعايا الهارت اللي هو البامب. هل تقتصر معايا السيركوليشن على ذلك؟ الاجابه لا. نبدا ان احنا نكمل، يكمل الارتري لغايه ما يوصل لاصغر برانش معاه يبقى اسمه ارتريول، اصغر برانش معاه اللي هو اسمه ارتريول. بعد كده يخش على الكابيلاري بيد، الكابيلاري بيد في منها جزء ارتري، تمام، ارتريول، وفي منها الجزء بتاع الفينيول، وهنا بتحدث ايه؟ معادله الحياه، ان كل خليه يجي الارتريول يديها الجلوكوز والاكسجين بتاعها بفعل ضغط الدم والشرياني، ويجي الفينيول يسحب منها السي او 2 والاتش 2 او، فيبدا بعد كده يتجمع الفينيول وتتجمع بعد كده فينز كبيره اللي هي السوبيريور والانفيريور فينا كافا. هل اقتصرنا على ذلك؟ الاجابه برضه لا. في جزء تاني معايا من السيركوليشن مخفي اللي هو اسمه ايه؟ الليمفاتيك فيزل، الوعاء الليمفاوي. أين يوجد ذلك الوعاء الليمفاوي؟ يقول لك من هنا من بداية طرف الخلية، وهو نظام نزحي. يعني ايه نظام نزحي؟ يعني بيعمل دريند اب، ملوش بامب افكت. الليمفاتيك سيستم هاز نو بامب افكت، البلاد سيستم هاز ا بامب اللي هي الهارت، لكن الليمفاتيك سيستم هاز نو بامب، تمام، يقوم بالنسح فقط بعملية الدرين. طب بينزح ايه؟ اللارج مليكيول، الاجزاء الكبيرة اللي ما ينفعش الخلية ان هي تبعتها في الفيز اسبيشالي زي الليبيد. فكل ده بيمشي ايه؟ في الليمفاتيك فيزل، وبتطلع يتم تنقيته خلال مجموعة من الليمف نود على طول الطريق. طب ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟
بعد أن يصعد الليمف من أسفل إلى أعلى ويتم تنقيته عن طريق العقد الليمفاوية، ماذا يحدث؟ ذلك الليمف المصفى يصب بعد ذلك في الفينوس سيركوليشن، يصب بعد ذلك في الفينوس سيركوليشن. يعني مهمة كل الليمفاتيك فيزل في الآخر إن هي توصل إيه؟ للبلد سيركوليشن. عشان كده فاكرين لما كنا في سنة أولى كنا بنقول الميتاستاسيس، تمام، كانت بتصعد في الليمفاتيك، في اخر الليمفاتيك كانت بتصب فين؟ في السيستميك سيركوليشن. يعني الليمفاتيك سبريد في اخر المسار هيبقى عباره عن بلاد سبريد، فمن الليمف نود الليمف نود الليمف نود بعد كده خلاص خش جوه الثوراسيك دكت، تمام كده انت بقيت ايه؟ بقيت موجود في الجنرال سيركوليشن. فبقت الجنرالايزد ستراكشر معايا عباره عن هارت، معايا عباره عن ارتريز، معايا فينز موجودة من الناحية دي، معايا ارتريول وفيليول وجزء ذات نفسه كابيلاري، بالاضافة للليمفاتيك فيزل. مهمتهم من الاخر ان هم يلفوا ويدوروا بمكونات معدة الحياة عشان الدنيا ذات نفسها تمشي. والبامب ليها خاصية كهربائية خاصة بيها هنتناولها ايه؟ كالجزء الهيستولوجي ذات نفسه ايه؟ بتاعها. فده ذات نفسه الصورة العامة للفانكشن اللي ايه؟ اللي موجود. جزء الالكتريك اكتيفيتي نرسمه كده ايه؟ نرسمه على جنب. كيف يستطيع القلب ان ينظم ضخاته؟ عن طريق ذلك النشاط الكهربي. كيف يولد ذلك النشاط الكهربي؟ يولد ذلك النشاط الكهربي كالتالي: ان انا معايا في هنا عقدة موجودة في الرايت اتريوم اسمها اس اي نود، تلك العقدة الاساسية تقوم ببث اشاراتها الكهربائية بمعدل فايرنج ريت 120 برميت، فتصل تلك الاشارات الى كل الاتريوم فيبدا الاتريال كونتراكشن فتظهر ذات نفسها البي ويف، ثم بعد ذلك تستقبلها هنا عقدة تاني اسمها A V نود، العقدة ما بين الأتريا والفنتر، تاخد بدل ما هي 120 لا تهبدل اللعب شوية، تخليه ايه؟ تخليه 60، توطيه تهديه عشان تمنع ذات نفسها اي أريزميا موجودة فيه فوق ان هي توصل تحت، فتاخد تهبديه وتوصل الالكتريك اكتيفيتي تو ذا وول اوف ذا بوز فنتريكل ثرو ذا اي في باندل اند بيركنجي فايبر، ثرو ذا اي في باندل اند بيركنجي فايبر. فبالتالي يصنع النشاط الكهربائي للقلب، فيبقى فيه بي اللي هي بتمثل الاتريال كونتراكشن، ثم بعد ذلك في البي كيو ار، تمام، في البي ار انترفال اللي هي مسافه ان الاشاره ما اتبعتت من الاس اي نود ولقطتها الاي في نود، فعندي الكيو ار اس كومبلكس اللي بيمثل الفنتريكولا كونتراكشن، بعد كده يبدا الفنتركل ذات نفسه يهدي ليه؟ عشان يقبل ان هو يستقبل الدم مره تاني عشان ينشي ايه؟ ينشئ نبضه جديده. فبالتالي يعمل لي ريستنج ستيت، تمام، ويعمل لي ايه؟ يعمل لي التي ويف. يهدى يحصل تمام فنتركل ريلاكسيشن عشان يهدى ياخد الدم فوق في الاتريا، يبدا بعد كده يوصل من الاتريا للاتريا ينقبض، بعد ما ينقبض يوصل الدم من الاتريا للفنتركل، الفنتركل تنقبض فتنبعث الدماغ من الرايت فنتركل لللنج ومن الليفت فنتركل للسيستميك سيركوليشن، بعد كده يريح وايه؟ وتيجي دوره تاني، يجي الدم في الاتريا، الاتريا ينقبض، يبص الدم في الفنتركل، الفنتركل ينقبض، يضخ الدم، يريح، يستقبل دم تاني، وهكذا. وكل ده بنشاط كهربي معلوم ومحدود صنعه رب العالمين عن طريق الاس اي نود اللي هي البيس ميكر اوف ذا هارت، الاي في نود والاي في باندل والبركنجي فايبر. فده عباره عن الالكتريك اكتيفيتي اللي خاص ذات نفسه ايه؟ بالمضخه.
فكده احنا فهمنا الفانكشن ان جنرال. كده احنا فهمنا الفانكشن ان جنرال ان انا معايا جزء ذات نفسه ترانسبورت داخل في حلقة مغلقة، وجزء ذات نفسه الكتريك اكتيفيتي ليه علاقة بنشاط القلب عشان ينظم ايه الكونتراكتيليتي بتاعته ما بين كونتراكشن وريلاكسيشن. نشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى الهيستولوجي اللي حطه عشان يتناسب مع الوظيفتين دول. نشوف الهيستولوجي اللي ربنا حطه سبحانه وتعالى عشان يتناسب مع الوظيفتين دول. فقال لك من الاخر التركيب العام هو عبارة عن تركيب انبوبي. التركيب العام لكل الكارديو فاسكولار سيستم هو عبارة عن تركيب انبوبي. فهي عبارة عن انبوبة ذات نفسها طويلة. تلك الانبوبة يبطنها من الداخل طبقة من السيمبل سكويرمس ابيثيليوم. بتبقى اسمها اندو سيريال لير. اندو سيريال لير طبقة ملساء جدا. طب قال لك ايه هدف ان يبقى او التمام ايه الانر موست اكتر حتة ذات نفسها موجودة من جوه لابد ان تكون ملساء. قال لك وذلك لكي عندما يسير الدم لا يتجلط عليه. منتهى البساطة انت عندك سائل ذات نفسه موجود جوه انبوبة، اهم حاجة ان السائل ده يحافظ على قوامه، لانه لو تخن هيلزق ويلزق هيعمل لك جلطة سرومبوزس فيقفل لك معاها الدنيا. عشان كده فاكر اول مبدأ في السرومبوزس كان ايه؟ اندوثيليال انجري، لانه ما دام اتجرح اتخدش ففقد النعومه بتاعته فاصبح رف سيرفس، فبالتالي البليتلت اصبحت لها القدره بانها تتراكم عليه فتسد الوعاء الدموي. فبالتالي اول طبقه ذات نفسها لو نتصور ان ده اليومن فلازم من هنا ومن هنا يبقى عباره عن اندوثيليال طبقه ملساء لكي يستطيع الدماء ان يسير عليها بمنتهى السهولة لكي لا يحدث هناك تجلطات. ده الجزء الاساسي. دي بيسموها ايه؟ انتماء. انتماء. الجزء الاساسي منها هو عبارة عن الاندوثيليال لير، تلك الطبقة الملساء من السيمبل سكويموس ابيثيليوم، ومهمتها الاساسية ان تسمح بمرور الدم بمنتهى النعومة عليه لكي لا يقف يتبلط يتجلط. ومتى ما حصل اندوثيليال انجري هيبقى فاكتور بريديسبوزنج فور ثرومبس فورميشن. الطبقة الثانية تمام، فقال لك ايه؟ لابد بان تحتوي على مجموعه من العضلات الملساء. مجموعه من العضلات الملساء. وما مهمه تلك العضلات الملساء؟ بان تقوم بعمليه تمام ايه؟ الضخ. فبالتالي هتبقى عباره عن اسموس مصر. usually has autonomic activity لانها تنقبض دون رغبة من الانسان. انا عندي سكيليتال ماسل استرايتد استطيع ان انا اتحكم بيها، ابني وافرد اطلع وانزل. لكن انت من ساعة ما تتولد لحد ما تموت هل تستطيع التحكم برد قلبك؟ لا. هل تستطيع التحكم في النبض بين عروقك؟ لا. دي حاجة ربنا مشغلها فيك اوتوماتيكي اوتوماتيكي. هل تستطيع ان تتحكم بحركة امعائك؟ لا. هل تستطيع بان تتحكم في حركة مثانتك في التبول؟ لا. هل تستطيع بان تتحكم في قدرتك ان عايز تخش الحمام ذات نفسه تعمل ايه ولا لا؟ لا. اذا كل ده شغال دون رغبة منك اطلاقا. فهي دي هدف وجود السموث ماسل ويز اوتونوميك انرفيشن، ان هي شغاله مع نفسها. فبالتالي ما دام اوتونوميك يتحكم فيها سمباثيك وباراسمباثيك. لكن هي طول عمرها شغاله، الاوتونوميك بس، سمباثيك وباراسمباثيك يعمل لها ريجيوليشن.
يزودها ويقللها، يزود الانقباض بتاعها ويتحكم في الانبساط، سمباثيك يعمل فازو كونستريكشن وبارا سمباثيك يعمل لها دايلاتيشن اند سو اون اكوردنج للريسبتور اللي موجوده عليها. لكن من غير اي كده هي شغاله منذ ان تولد الى ان تموت. فبالتالي هدف الاسموس ماسل الكونتراكتيليتي تو بوش بلاد ان اتس واي عشان يكمل السيركوليشن. فطبقه الاسموس ماسل اللي بتبقى موجوده في الميدل بارت اوف ذيس تيوب كولد ميديا، كولد ميديا. اخر طبقه في نفسها من فوق اسمها ايه؟ ادفنتيشيا. يعني ايه كلمة ادفنتيشيا؟ بالعربي كده اسمها اللحاسة. تعرف انت لما تبقى قاعد كده في الشتاء واحد ذات نفسه تمام ايه؟ تمام في عز الشتاء البرد، البرد خالص ويغطيك بكافرته، حاجة كده عبارة زي الورقة، زي ورقة البفرة، عبارة عن ايه؟ شوية لويز اريولا كونكتيف تيشو وشوية بلاد فيزل. لويز اريولا كونكتيف تيشو وشوية بلاد فيزل. قال لك ده من بره تمام ايه زي انشيسنج زود بيغطيها بس من بره. وقال لك في جزء منها اسمه فازا فازورا، فازا فازورا. قال لك ليه كلمه الفازا فازورا دي؟ قال لك الاوعيه الدمويه التي تقوم بتغذيه الاوعيه الدمويه، فازا فازورا. قال لك بتاع، قال لك من ماله ولا يهناله كالعير في البيداء يقتله الظما والماء فوق روسيا محموله. مش ده عباره عن عضو؟ والعضو لابد له من دماء لكي يعيش، والدم هو سائل الحياه. يعني انا ذات نفسي باخد الدم وبنقل لجميع اعضاء الجسم لو كنت قادر، وبنزح من جميع اعضاء الجسم لو كنت فين تمام، وانا قاعد عمال اودي دم واجيب دم وانا ذات نفسي ما عنديش دم، ما ينفعش. فبالتالي الجزء اللي من بره ده، ده اللي بيحتوي على الاوعيه الدمويه التي تقوم بتغذيه ذلك العضو. دي الحته اللي من بره دي اسمها الادفنتيشيا، ومهمتها هي عباره عن لويز كونكتيف تيشو يا دوبك بس من بره بيعمل انشيسنج وسبورت للاستراكشر، وبتحتوي على الفازا فازورم، الفازا فازورم اللي بتعمل ايه؟ تمام بتعمل تمام تغذيه للاوعيه الدمويه، ولك الاوعيه الدمويه التي تغذي الاوعيه الدمويه لكي ايه؟ لكي لا تموت. تمام. فده اسمه التركيب العام لاي هباب موجود في الكارديو فاسكولار سيستم، سواء كان هارت او ارتري او فين او كابيلاري او اي بتنجان من ضمن الاستراكشر اللي احنا شرحناها في الاول. كل الحكايه اللي هيحصل مجموعه من الموديفيكيشن، مجموعه من الموديفيكيشن، حتت ذات نفسها تزيد الدنيا شويه، حتت تقل الدنيا شويه، وهكذا. فكلها عباره عن مجموعه من الموديفيكيشن للثلاثه ايه؟ للثلاثه لايرز دول اللي موجودين. اذا كده فهمنا ان انا معايا اي وعاء دموي بما فيهم المضخه الاساسيه هم عباره عن ثلاثه لايرز، انتما وميديا وادفنتيشن، بما فيهم الهارت ذات نفسه. وكل واحدة فيهم اسمها تونيكا انتما. يعني ايه تونيكا؟ طبقة. تونيكا ميديا طبقة الوسطى، تونيكا ادفنتيشيا اللي هي اللي بره. كل اللي بيحصل هي مجموعة من الموديفيكيشن تو اكوميديت ويز اتس فانكشن، تو اكوميديت ويز اتس فانكشن. فنرجع بقى ايه للهارت. كده الهارت انا معايا المفروض ثلاثة لير، تونيكا انتما وتونيكا ميديا وتونيكا ادفنتيشيا. لكن الاسامي هتتغير. ليه؟ لان احنا في قلب، فبدل ما يبقى اسمها تونيكا انتما زي اي وعاء دموي هيبقى اسمها البطانه الداخليه المبطنه للقلب. فبطانه داخليه اندو، القلب كارديو. فبالتالي اصبحت الطبقه الداخليه الانر موست المبطنه للقلب اسمها اندو كارديو، اندوكارديا. اذا دي ذات نفسها اللي بقت بتساوي مين في الوعاء الدموي؟ بتساوي التونيكا اندو. طب الطبقه الوسطى هي التي تتكون من العضلات اللازمه لضخ الدم، فبالتالي فبقى اسمها ايه؟ مايو عضله كارديا. إذا دي ذات نفسها اللي بتشابه مين؟ بتشابه الطبقة الوسطى اللي هي التونيكا ميديا.
طب والطبقة الخارجية تمام كده كده ايه اسمها ما خارج القلب او ما اعلى القلب، فبالتالي بقى اسمها ايه ايبي ما فوق او خارج ايبي كارديا، اللي هي بقت بتساوي مين؟ اللي بتساوي التونيكا ادفنتيش، بقت بتساوي التونيكا ادفنتيش. فلما نيجي نبص على القلب كده اللي احنا رسمناه، نيجي نرسمه كده بايه؟ بالصلاه على الحبيب. اول طبقه من بره خالص هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها الايبي كارديا اللي هي التونيكا ادفنتيشن، عباره عن ايه؟ لوز اريولار كونكتيف تيشو، وعباره عن شويه فات وشويه بلاد فيزل تمام، وجزء ذات نفسه تمام، وفي طبقه تاني بتغلفها من بره عشان يبقى ايه القلب مغلف في كيس، يبقى القلب مغلف في كيس، يسمى ذلك الكيس بالبريكارديا ساك، او فيما يدعى باللغه العربيه بغشاء الطامور. ويقول لك ده اساسا ربنا سبحانه وتعالى مغلف حاطط كل عضو في كيس سلوفان، يعني الرئه محطوطه في البلورال ساك، القلب محطوط في البريكارديال ساك، البطن كلها محطوطه ايه في البريتونيال ساك. طب مهمه الساك ده ايه؟ عشان يتزفلط، واحد ذات نفسه عمال بينقبض بمعدل من 60 ل 100 دقه في الدقيقه، واساسا متحوط بعظم يمين وشمال تمام، وادي الاسترنم اهو قدامه، ومتحوط بالناحيتين باللنج، فبالتالي لو على الزحمه اللي احنا موجودين فيها دي هيدق دقتين من كتر الزحمه اللي احنا فيها، زحمه يا دنيا زحمه مش شغال. لكن لما تديله احساس ان هو قاعد في كيس، فكل شويه فبالتالي بيزفلط. قال لك عشان تعمل لوبريكيشن ديورنج كونتراكشن، لوبريكيشن ديورنج كونتراكشن، فبقى فيه بيريكارديال ساك مكون من طبقه خارجيه اوتر تمام، اللي هي ذات نفسيه اسمها بارايتال لاير، وطبقه داخليه اسمها فيزرال اللي هي عباره عن الايبيكارديوم، عشان كده الايبيكارديوم بيسموه الفيزرال لاير اوف ذا ايه اوف ذا بيريكارديال ساك، وفي واحده من بره بارايتال عشان اصنع كيس عشان يسمح باللوبريكيشن ديورنج ايه كاردياك كونتراكشن. برضه ليه اللنج محطوطه في البلوره ليه؟ عشان يسمح لها باللوبريكيشن ديورنج ايه اكسبانشن ديورنج انسبيريشن اند كولابس ديورنج اكسبيريشن. ليه الانتستين محطوطه في البريتونيوم؟ عشان يسمح لها بالاكسبانشن، انها كل شويه عماله تعمل بريستالتيك موفمنت، فبالتالي لازم ايه تبقى حواليها الدنيا ايه مزفلطه شويه. فيقول لك ذيس ساك فور ايفيدنس اوف لوبريكيشن، فده ذات نفسه الايبي كاردي. الطبقة الوسطى عبارة عن ايه؟ عبارة عن الميوكارديا اللي هي مجموعة العضلات اللي مسؤولة عن الكونتراكشن ذات نفسه ايه؟ اللي موجود، فبالتالي اسمها الميوكارديا، العضلات ذات نفسها القلبية، وهنفهم ذات نفسه الديفرنشيشن بتاعها والفرق ما بينها وما بين السكيتال ماسل، لان الاثنين عبارة عن استرايتد ماسل. تالت حاجة ذات نفسها من جوه اسمها ايه؟ الاندوكارديوم، دي عبارة عن ايه؟ عن البورسلين اللي بيمشي عليه الدم، إذا بالتالي هيبقى عبارة عن اندوسيليال لاير اللي هي عبارة عن سمبل سكويموس ايبيسيليوم موجود في الانر موست لاير. وقال لك كمان بيعمل ايه؟ قال لك يقوم بتغليف الهارت فال. يقوم بتغليف الهارت فالف، اذا هي عباره عن الطبقه الداخليه اللي بتعمل لايننج لكل الهارت، وكمان بتغطي الهارت فالف. الهارت فالف طب قال لك ايه حوار الفالف ده بقى؟ ايه حوار الفالفات ده بقى؟ احنا لما خدنا في السيركوليشن قلنا ايه؟ الدم ياتي من الجزء الايمن من القلب عن طريق السوبير والانفيرو فينا كافا، يصب في الرايت اتري، ثم يندفع الى الرايت فينتركل، ومن الرايت فينتركل على اللنج يحصل اوكسجينيشن،
ثم بعد ذلك للليفت اتريوم، ثم بعد ذلك للليفت فنتركل اللي جميع اجزاء الجسم. اذا معناها الدم كله ماشي ايه؟ اتجاه واحد. ما ينفعش ان هو يرجع لورا. الدم كله ماشي باتجاه واحد. ما ينفعش ان هو يرجع لورا. فايه اللي يضمن لي ان هو ما يرجعش لورا؟ يرجع من الفنتركل للاتريوم وجود الفالف. وجود الفالف. فالفالف دي مصنوعة عشان تمنع ان الدم ذات نفسه يرجع. متى ما الفالف دي حصل فيها انفلاميشن بروسيس، حصل فيها تمام ايه كالسيفيكيشن، حصل فيها فايبروزيس، تبدا ان هي تضيق وتوسع، ويبدا بعد كده قصه الفالفيولر هارت ديزيز. يبدا بعد كده اللي هي الديزيز اللي هي الصمامات ذات نفسها البايظه، يا اما ضيق في الصمام فالدم مش عارف يتحرك، او الصمام ذات نفسه مفتوح على البحر فيبدا الدم يرجع لورا ويزود ايه ويزود البريشر. طب تركيب الفالف ده عباره عن ايه؟ تعالوا تخيلوا معايا. قال لك الفالف ده كالتالي، اولا لازم نعرف تمام اذا ايه احنا اتكلمنا كده تمام ان جنرال في تركيب الهارت، ان انا عندي الانر موست هي عباره عن الاندوكارديوم، يوجوالي عباره عن سمبل سكويموس ابيثيليوم اللي هي التونيكا انتيما، تحتها شويه ايه سموث ماسل بساط على كونكتيف تيشو، ودي بتساوي التونيكا امتى. تاني حاجة معايا المايوكارديوم اللي هي بتساوي التونيكا ميديا، ودي عبارة عن البلك الميدل لير والبلك العضلات النفسية اللي موجودة، وبيبقى تركيزها اكتر في الفنتركل عن الاتريا، لان الاتريا دول بيضخ الدم تمام ايه لمسافة قريبة. الاتريا يقوم بضخ الدم لمسافة قريبة، الاوزين يدفع فقط للبطين، لكن البطين يقوم بدفع الدم لمسافة بعيدة. فالرايت فنتركل يقوم بضخه الى اللنج، والليفت فنتركل لجميع اجزاء الجسم، فبالتالي الفنتركل لهم سيكنس في المصل اكتر من الاتريا بكتير. والليفت فنتركل اكبر من الرايت فنتركل تقريبا 3 مرات، لان واحد ذات نفسه بيبعت للنج الشرع اللي ورانا، واحد بيبعتها لاثيوبيا، فبالتالي في مسافه، فكلما بعدت المسافه التي يراد منها ضخ الدم كلما زاد السيكنس بتاع المصل. وبعد كده قلنا ان دي المايوكارديوم الميدل لير والسيكست لير، وهتبقى عباره عن ايه؟ عن المايوكارديال بالك اللي هي بتساوي التونيكا ميديا، واخر حاجه من بره اللي هي الايبيكارديوم اللي هي عباره عن الفيزرال لير من البريكارديال ساك، عشان تسمح بعد كده ايه؟ باللوبريكيشن. نتكلم وقلنا على الفالف، قلنا مهمه الفالف ذات نفسه ان هو يعمل ايه؟ بريفنشن اوف ريتيرن بلاد تمام ايه؟ فروم تمام ايه؟ ما ينفعش من الفنتركل يرجع تاني للقلب. فانا معايا الفالف ده، معايا الفالف ده. اولا معايا كم فالف ذات نفسه موجود في الهارت؟ الاجابه معايا 4 فالفات. معايا 4 فالفات. فالف ذات نفسه بين الرايت اتريا والرايت فنتركل يسمونه التراي كاسبيد فالف. شكله عامل كده، ليه كم غرفة؟ 1 2 3. وعلى فكرة كل صمامات القلب بالمنظر ده، ليه 3 1 2 3. الصمام الثاني موجود فين؟ ما بين الرايت فنتريكل والبلمونري ارتري. بين الرايت فنتريكل والبلمونري ارتري. اذا ذات نفسي تمام ايه لما اقول انا معايا الهارت ادي الرايت اتريا وادي الرايت فنتريكل، في بين الاثنين دول فالف اسمه تراي كاسبيد فالف، يعني مكون من كام ليفلت؟ 3. وما بين الرايت فنتركل وما بين البلمونري ارتري برضه معايا ايه؟ ابو 3. ما بين الليفت فنتركل وما بين الاورطه معايا برضه سيميليونر فالف ذات نفسه ب3. ما عدا ذلك الذي ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل يوجد فقط ب2 اللي اسمه الميترال فالف. اذا ده نفسه عباره عن سؤال ام سي كيو.
ايه هو السؤال الام سي كيو؟ all valves of the heart are three-leafed. كلهم عبارة عن ثلاث ورقات except مين؟ الحج ميتر الذي يفصل ما بين الليفت اتريا والليفت فنتريك. كل الصمامات القلبية مكونة من ثلاث وريقات اكسبت الميتر، اتنين بس. طب هل يقتصر تركيب الصمام على وريق تمامية تلك الورقات؟ قال لك الإجابة أعمق من كده بكتير. الإجابة أعمق من كده بكتير. تعالى كده تخيل معايا. أنا معايا تركيب الفالف ده كالتالي. لو نتصور إن دي الغرفة بتاعة الأتري. وادي الغرفة بتاعة الفنتريك. وفي ذات نفسه تمام الصمام ذات نفسه إيه؟ تمام إيه؟ بوريقاته الثلاثة. وكلهم لايند باي سيمبل سكويرس ابيثيليوم اللي هي الطبقة ذات نفسها اللي بيمر عليها الدم زي البورسلين والدنيا ذات نفسها بتعدي. طب ده ذات نفسه هش جدا. دي عبارة عن ثلاث وريقات هشة جدا، كيف تستطيع بأن تمنع ارتجاع الدم من الفنتريك للأتريا لو كح في وشها؟ لابد لها بأن يكون لها دعامة سفلية. إذا بالتالي الفالف مش عبارة عن ليفلت فقط، وإنما لها دعامة سفلية. تلك الدعامة السفلية ماذا تدعى؟ قال لك بص معايا جزء فايبرس تيشو سيكنس بيبقى موجود في الصف فالفولار اباريتس بسميها الكوردا تنديني. الكوردا تنديني دي عباره عن مجموعه من الفايبرس تيشو تمام ستريكس بتبقى موجوده ايه صف فالفولار. وكمان عشان تتثبت في مكانها قال لك وزن زاول اوف ذا فنتريكل في مجموعه من المصل ذات نفسها بتبقى ماسكاها ذات نفسها من تحت اسمها ايه؟ اسمها بابيلاري مصل. اسمها ايه؟ بابيلاري مصل. قال لك كده يبقى تركيب الفالف ذات نفسه اكتمل. إذا الفالف عشان يقوم بوظيفته بمنع الدم متى ما يقفل قفلة واحدة يمنع الدم من الفنتريكل للأتريا إن هو يرجع لابد له من تركيب معقد. ذلك التركيب عبارة عن ليفلت لاين باي اندوثيليوم صف فالفولار أباريتس من كوردا تنديني وبابيلاري مصر. إذا بالتالي لما نتكلم في الباثولوجي ونقول إن حصل فيه استينوزس في فالف، الفالف نزل نفسه وقفل بزيادة. إذا قفل نتيجة إيه؟ إن البشوات اللي تحت تخنق. حصل فيه سيكننج في الكوردة تنديني وهايبرتروفاي في البابيلاري مصل، فبالتالي ما بقاش عندهم ليونة إن هم يشدوا عشان يفتح، فدول لما تخنوا قفلوا البوابة. دول لما تخنوا قفلوا البوابة. دول موجودين عشان يسمحوا بالإلاستيسيتي. دول موجودين عشان يسمحوا بالإلاستيسيتي. فمتى ما يحصل فيهم كرونيك انفلاميشن زي اللي بيحصل فيه الكرونيك روماتيك تمام ايه فالفايتس كرونيك روماتيك فالفايتس تمام نتيجة الحمى الروماتيزمية اللي بتحصل في مالتيبل اتاكس الالتهاب ذات نفسه بيجعل فيه سكند كوردا تنديني اند هايبرتروفاي في البابيلاري مصل فالبوابة ذات نفسها بتقفل بالكامل. لكن لو جيت كده على جنب وعملت رابشر في الكوردة تنديني وعملت رابشر في البابيلاري مصل فبالتالي الليفلت دي وجعت فبالتالي الدم سيرتجع الى الخلف فيحصل فيه الريجيرج. عشان لما اجي اكلمك بعد كده في استينوزس وريجيرج ما تكحش معايا. استينوزس معناها ان الليفلت قفلت بفايبروزس حصل فيه سيكننج في الكوردة تنديني حصل فيه هايبرتروفاي في البابيلاري مصر. لكن ريجيرج ان الدم بدا يرجع اذا معناها كل اللي تحت ده ايه؟ بقى في البطاطا. دول ذات نفسهم اتقطعوا ربشروا حصل ضدهم تمام اي انفكشن اي تروما اي اوفرلو فبالتالي فس فالليفلت ذات نفسها وجعت فالدم رجع ايه؟ من تحت لفوق.
فعشان كده بشرح لك تركيب الفالف ليه، لانه ليه تاثير عليا في الباثولوجي، ليه تاثير عليا في الباثولوجي. فانت لازم تبقى فاهم التركيب الثلاثي ده عشان لما اقول لك سيكلينج اوف ذا فالف، تمام، سيكلينج اوف ذا كوردتين هايبرتروفايك البابيلاري ماسل، ذس از مينز استينوزس. زين استام انكومبتنس اوف ذا ليفلت اند تمام ايه ويكنس في الكوردتين دين رابشر اوف ذا بابيلاري ماسل، تقول على طول في ريجيرش. تمام يا بابا؟ تمام. دي ذات نفسها السيجنيفيكانت ايه بالنسبه لي ايه في الهيستولوجيكال استراكشر ذات نفسه اللي موجود. نخش بعد كده على حته تاني بايخه تمام موجوده اسمها الكاردياك سكيليتون. الكاردياك سكيليتون قال لك ده التركيب العام اللي هو الانتما اللي هي الاندوكارديوم، الميديا اللي هي المايوكارديوم، تمام، الطبقه اللي من ورا اسمها الايبيكارديوم. قال لك في النص اللي بيحافظ عليهم كلهم كده مع بعض حاجه اسمها كاردياك سكيليتون. يعني ده نفسه ممكن يجي سؤال اسي يقول لك ايه، ايه هي الفاكتور ذات استابلايز ذا فاكتور ذات استابلايز، واخد بالك، تمام، مايو كارديوم، ايه هي الحاجات اللي بتحفظ ترتيب العضلات؟ لان خلي بالك عضله القلب لا يمكن ان يحصل لها فتيك. انت اي عضله بالنسبه لك فولنتري، اديك قاعد لا مؤاخذه تمام بتعدى على ايه تمام قاعد يعني براحتك فمريح نفسك. لكن القلب ذات نفسه زي ما قلت لك من ساعه ما اتولدت لحد ما تموت هو شغال، فبالتالي عضله زي كده هيحصل لها اجهاد وقتا او اخر. انت خلي بالك كده، امسك البندل كده وابدا، ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، إيدك مع الوقت هتتشنج هتتعب هتتعب. فبالتالي ممكن بعض البندلز نفسها نتيجة الأوفر أكتيفيتي يحصل لها إيه؟ تبدأ إن هي تفتل من بعضيها، تبدأ إن هي تفك ذات نفسها من بعضيها. فربنا سبحانه وتعالى انتبه للنقطة دي وانتبه إلى أن قلبك يعمل منذ أن تحيا، منذ أن ولدت إلى أن تموت. فبالتالي لابد من أشياء تحفظ تلك العضلة التي تدق باستمرار لكي لا تتفتل وتجهد تمام فتنفصل من التعب. فمن ضمن العوامل دي وجود البريزنس اوف كاردياك سكيلتون اللي هو عبارة عن دينس كولاجين فايبر بيبقى موجود في الاستروما ان بتوين ذا مايوكارديوم. فوجود الكولاجين فايبرز اللي موجوده بتخلي العضلات ماسكه مع بعضيها، فبيمنع اثناء الانقباض ان هي ايه تفتل او تهلك من التعب. فده ملخص كلمه كاردياك سكيلتون، عباره عن دينس كولاجين فايبر. دينس كولاجين فايبر مسؤوله عن الاتاشمنت بتوين ذا مايوكارديوم. تاني حاجه مسؤول عنها ايه؟ قال لك وجود الانتر كاليتد ديسك. وده ذات نفسه سؤال ام سي كيو من ايام ابو الحطب الثالث. من ايام ابو الحطب. الانتر كاليتد ديسك بتوين ذا مايوكارديال سيل. ما هو الانتر كاليتد ديسك؟ قال لك انت فاكر زمان ان كان في موديفيكيشن اوف ذا بيزمنت ممبرين، وان كان الموديفيكيشن دي هدفها زي التايت جانكشن والديسموسوم والهيميديسموسوم عشان يحصل فيه كلوجر ان بتوين ذا سيل، والسيل ذات نفسها تقفل ايه جنب بعضها البعض وما يحصلش ان يحصل فيه تسريب في النص عشان الاثنين يمسكوا ببعض. فقال لك ده ذات نفسه موجود. فقال لك الانتر كاليتد ديسك هو عبارة عن modification of the basement membrane. modification of the basement membrane مكون من شقين، جزء ذات نفسه longitudinal، جزء ذات نفسه longitudinal، وجزء ذات نفسه transverse. جزء ذات نفسه longitudinal وجزء ذات نفسه transverse.
فلكن الجزء اللونجيتيودينال ده بيبقى ماشي ايه؟ قال لك بيبقى ماشي بارالل، بيبقى ماشي بارالل تو ذا مايوسايت، بيبقى ماشي ايه؟ بطول. الجزء اللونجيتيودينال ده بيبقى ماشي بطول، والجزء الترانزفيرس بيبقى ماشي بيربنديكولار عليها. فهو عبارة عن الانتركاليديت ديسك، تعريفه هو عبارة عن جزء من موديفيكيشن اوف ذا بيزمنت ممبرين اوف ذا مايوسايت. ليه ضلعين؟ ضلع ذات نفسه بالطول اسمه لونجيتيودينال، ماشي امبارل، ماشي بالتوازي مع المايو فايبر. وفي جزء ذات نفسه ترانزفيرس ماشي بالعرض، بيبقى بيربنديكولار ذات نفسه عمودي عليه. فقال لك اللي ماشي بالطول ده معاها بيساعد على ايه؟ على النميمه. بيساعد على النميمه. قال لك ازاي؟ واحدة وهي ماشي هنا، سمعت يا اختي الحكاية دي؟ تمام اللي جنبي؟ لا والنبي ما سمعتش، قولي لي، تمام؟ اللي حصل تمام ايه؟ جالي الكتريك امبلس، تمام؟ طب والنبي؟ طب ابعتيهولي، تمام؟ على الواتس، على الفيس، على الماسنجر. فدفت نفسه اللونجيتيودينال اللي ماشي بارالل ده بيبقى فيه واتس كول جاب جانكشن. جاب جانكشن. فبيبقوا واقفين كده عمالين ينموا ذات نفسهم ايه؟ على بعضهم، ينموا على بعضهم. فبالتالي اللونجيتيودينال مليان جزء من الجاب جانكشن، قال لك عشان يعمل ايه؟ ايزلي كوميونيكيشن اوف ذا الكتريك امبلس بتوين ذا مايوكارديوم تو كونتراكت از اوان يونت. تو كونتراكت از اوان يونت، لان من الاخر لازم القلب كله ينقبض كوحده واحده. فبالتالي لابد ان يحدث هناك توحيد في النشاط الكهربائي الموجود بداخل القلب. فكيف ذلك يحدث؟ عن طريق الانتركاليتد ديسك اللونجيتيودينال اكشن بتاعه بيبقى في البريزنس اوف جاب جانكشن. فدول ذات نفسهم ماشي بالطول معاهم وشغال نظام ايه؟ واي فاي. إذا اللي ماشي بالطول ده واي فاي. اللي ماشي بالعرض الترانزفيرس اللي ماشي بيربنديكولار عليهم بيعمل ايه؟ قال لك ده بيثبتهم عن طريق ان في ديسمو سومز، عن طريق ان في ديسمو سومز. فالديسمو سومز بتوحد العضلات ما بينها وبين بعض اثناء الانقباض، فما تفتلش بينها وبين بعض. فواحد ينقل الاشاره الكهربائيه لكي ينقبضوا كوحده واحده، والترانزفيرس يكفل بانهم عندما ينقبضوا لا يتفرقوا عن بعضهم البعض. فدي اسمها الفاكتور ذات استابلايز ذا مايوكارديوم، لان العضله التي تنقبض باستمرار معرضه للاجهاد ومعرضه بان تفصل المايوفايبر بتاعتها عن بعضيها. فايه اللي يثبتهم؟ وجود الكاردياك سكيلتون ان بتوين ذا ماسل، ووجود الانتركاليتد ديسك بوحدته الكهربائيه الطوليه ووحدته في الديسموسوم في الترانزفيرس ذات نفسه بعض. فعشان كده دايما لما تيجي ترسم تمام العضله القلبيه دايما ترسمها ازاي؟ ما ترسمهاش زي السكليتال ماسل، ما ترسمهاش زي السكليتال ماسل. السكليتال ماسل لما تيجي ترسمها ايه؟ كل واحده ذات نفسها لوحديها. السكليتال ماسل لما تيجي ترسمها ذات نفسها كل واحده لوحديها، لا يا بيه لا يا بابا. لان السكليتال ماسل لما بترسمها كل واحده لوحديها، والنيوكلايد ذات نفسها بتاعتها في البريفري، لا يا بابا. دي سكريتا. لكن لما ترسم ذات نفسك بتاعت الهارت بترسمها ازاي؟ بترسمها كده. بيبقى فيها انتر ديجيتيشن متشابكه مع بعضها البعض. بتبقى عباره عن مزرعه ومتشابكه مع بعضها البعض.
فكل واحدة لازقة ايه؟ لازقة في اختها، كل واحدة ذات نفسها لازقة، لازقة في اختها. فبيقول لك ايه ليها ديجيتيشن وانتر ايه؟ وانتر تمام انتر اكشن. والنيوكلاي بتاعتها بتبقى، النيوكلاي بتاعتها مش بتبقى في البريفري لا، دي بتبقى سنتر. فيقول لك دايما العضلات القلبية هي عضلات تشابكية تمام، اشكالها مثل اشكال الشجر. عباره عن اخصان شجر ذات نفسها ايه؟ متشابكه مع بعضها البعض. اللي خلى المنظر بتاعها في التشابك هو الانتركاليتد ديسك. ان في جزء منها لونجيتيودينال بيبقى فيه جاب جانكشن عشان الدنيا تتوحد بيبقى بارلل معاهم فيوحد تمام ايه؟ الالكتريك اكتيفيتي والديسموسوم ذات نفسه في الترانزفيرس عشان يحكم ايه الكونتراكتيليتي بتاعتهم فما تفلتش. فدي اسكليتا مايوفايبر البارلل تو ايتش اذر اند بريفرال نيوكليار. لكن المايوكارديوم سيلز انتر ديجيتيت وذ ايتش اذر بفعل وجود الانتركاليتد ديسك، فهو عامل من عوامل الاستابيليتي وبيساعد في الالكتريك اكتيفيتي. اخر حاجه بقى، اخر حاجه بالنسبه للهيستولوجي ذات نفسه ايه؟ بتاع الهارت. قال لك ايه؟ دلوقتي الالكتريك اكتيفيتي ده الخلايا ذات نفسها اللي بتعمله اللي انت قلت عليها دكتور في الاول، الاس اي نود والايفي نود والايفي باندل، كل الخلايا دي موجوده فين؟ اقول لك مكانها بالظبط صب اندوكارديوم. اذا رقم واحد لازم تعرفها هو المكان بتاع الخلايا دي عباره عن ايه. اذا الخلايا المسؤوله عن توليد الالكتريك اكتيفيتي اللي هنسميها مجامله بيركينجي فايبر، اللي هنسميها مجامله بيركينجي فايبر، اول حاجه لازم تعرفها عشان بتيجي في الام سي كيو كتير، وات از اتس لوكيشن سب اندوكارديوم، تحت الاندوكارديوم على طول تحت طبقه البورسلين. طب رقم 2، ما الذي يميزها عن خلايا القلب العادية؟ الموديفيكيشن. زي الفرق ما بين العتال والكهربائي. تمام، منظر العتال بيبقى عامل ازاي؟ بص كده لأي واحد عتال، عضلات تمام، قوة تمام، ايه ماشي منفوخ، جحش ماشي. لكن الكهربائي، وصلنا دلوقتي مهندس الكهرباء الجديد، نظارة تمام، قلم بالترانس. اذا رقم 1 الفرق الاساسي هو كمية المايوفايبر اللي موجودة، لان المايوفايبر في الخلية العضلية العادية بتاعت الهارت بتبقى اكتر، لان دي مهمتها الكونتراكشن، دي العدالة، ده الترانسبورت، ده الاكشن بتاعها الكونتراكشن. لكن البركينج فايبر رقم 1 لازم تقول ايه؟ لس مايو فايبر. اذا رقم 1 ايه؟ الكهربائي، الكهربائي اخس من العتال. الكهربائي لازم يبقى اخس من العتال، لان مش مهمته ان هو يشيل ويحط، ده مهمه راجل ان هو يوصل ايه؟ يوصل السلك، يربط الترانس. تمام، فاول حاجه كميه الخلايا، كميه المايوفايبر اللي موجوده قليله. رقم 2، لازم الخلايا دي تبقى ايه؟ مليانه مصادر طاقه. ده راجل ذات نفسه بيوصل الترانس، فبالتالي تبقى ايه؟ ريتش ان جلايكوجين، ريتش ان ميتوكوندريا. فبالتالي خلايا ذات نفسها لما تيجي ترسمها هي عباره عن خلايا ايه؟ تمام، تيجي ترسمها كده رقم 1 هي خلايا بولي هيدرال. خلايا على فكره ليها شريحه لوحديها، يعني هنا الدرس ده ليه شريحتين، الشريحه اللي وريتها لك اللي هي الكاردياك ماسل بالانتر ديجيتيشن، وشريحه البركينجي فايبر. فشريحه البركينجي فايبر فيقول لك عباره عن بوليجونال سيل ويز كلير فاكيوليتد سايتوبلازم، وتلاقي لونها افتح كده تمام وازهر، كلير فاكيوليتد سايتوبلازم، وغالبا يميل ايه؟ السايتوبلازم بتاعها للصفار. ليه؟ لانه مليان ذات نفسه ايه؟ جلايكوجين. فتلاقيه اصفر في بامبا، فتلاقيه اصفر في بامبا تمام؟ ومعاه ذات نفسه ايه؟ تمام سنترال نيوكلياي، يقول لك وممكن يبقى ليها ايه؟ تو نيوكلياي بالمنظر ده.
فتبقى عباره عن مجموعه من البوليهيدرال سيل موجوده في السب اندوكارديال ليجن، تمام، ومليانه ذات نفسها جلايكوجين وفات ومليانه، تمام، ميتوكوندريا عشان تتوافق مع الوظيفه بتاعتها اللي هي توصيل الكهرباء. فدي كانت المحاضره بتاعتنا النهارده، تناولنا فيها ما هي وظيفه الكارديو فاسكولار سيستم ان جنرال، ايه هي المكونات بتاعته من المضخه الهارت والبلود فيزل، تمام، وتمام، سواء كان ارتري او فين او كابيلاريز، والجزء ذات نفسه بتاع الليمفاتيك. تناولنا الجنرال ستراكشر اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم ان جنرال، تونيكا ميديا وتمام تونيكا انتما وميديا وادفنتيشيا. فهمنا التركيب ذات نفسه بتاع الهارت، فهمنا التركيب بتاع الفالف، فهمنا يعني ايه فاكتور افكتنج كاردياك ستابيليتي اللي هي عباره عن الكاردياك سكيلتون، فهمنا اخر حاجه الالكتريك اكتيفيتي اللي بيبقى موجود في البركنجي فايبر. نبص كده مع بعض، نفس الكلام ذات نفسنا قلناه، تمام، الاندوكارديوم الانر موست ولاينز الاتريا والفنتريكل والفالف، في عندها الاندوثيليوم الانر موست السمبل سكويمس اللي بيمشي عليه ايه، تمام، بتاع السيراميكا سموث ماسل وكونكتيف تيشو سب اندوكارديال لير، تمام، ايه جوينت ويز ات ايكويفالنت تو تونيكا انتما، لان احنا قلنا دي عباره عن الطبقه الداخليه، المايوكارديوم جزء العضل اللي في النص اللي هو اقوى حاجه مقابل التونيكا ميديوم في البلاد فيزل، تمام، اللي احنا قلنا ايه اللي احنا قلنا عليه، الابيكارديوم الالتر لير شويه ايه بلاد فيزل والليمفاتيك، تمام، وده عباره عن الفيزرال لير بتاع البريكارديوم اللي احنا قلنا ده عباره عن ساك برايتال وفيزرال واسمه تونيكا ادفنتيشي، ورسمناها مع بعضين. الكاردياك سكيلتون قلنا باختصار هو عباره عن دنس فايبرس كونكتيف تيشو موجود مع المصل عشان يمنع ان ايه تبدا ايه ما يمنعش الدنيا تفك، عشان يعمل سبورت للهارت، عشان يعمل سبورت للهارت وينقبض كوحده واحده وما تفصلش عن بعضيها. فده سؤال كان بيجي لنا زمان، فاكتورز ذات ايه بنتين كاردياك ستابيليتي، كنا بنكتب الكاردياك سكيلتون والانتر كاليتد ديسك وتقول دنس كولاجينس فايبر. الكاردياك فالف ذات نفسها وعرفنا التركيب ذات نفسه بتاعها، البركنجي فايبر وقلنا الفرق ما بين العتال والكهربائي، العتال تمام شايف الكهربائي فيو فايبرين كونتين لارج اماونت اوف جلايكوجين اند ميتوكوندريا، ده كهربائي اند مي بي باي نيوكليت ليها عينين زي ما رسمناها، تمام. بعد كده تمام ايه اللي موجوده بتبقى صاب اندوكارديال بس الانتركاليتد ديسك زي ما قلنا بالجزئين، قلت لكم ايه الانتر ديجيتيشن ذات نفسها اللي موجوده عنده تمام جزئين لونجيتيودينال اللي ماشي بالطول، تمام، دقيقه واحده، لونجيتيودينال اللي ماشي بالطول، قلت لكم ده شغال ايه واي فاي، وش مش وش مش وش مش 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 اللونجيتيودينال اللي ماشي بالطول بارلل بيبقى فيه الجاب جانكشن، والجزء ذات نفسه الترانزفيرس هو اللي بيبقى فيه الترانزفيرس بارت هو اللي بيبقى فيه الديسموسوم عشان يربط العضلات ذات نفسها مع بعضها، تمام. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ايه تبقى المحاضره ذات نفسها عجباكم، وان شاء الله هنكمل مع بعض. ودي دقني لو قلت لي بعد كده ستينوزس وريجيرج وحد يرجع فيها، تمام، يلا سلام.